طبعا بلا شك يعني بنعيش عصر من الثورات التكنولوجية المستمرة، كل يوم تقريبا بنشوف ابتكار جديد أو تطور تكنولوجي جديد، ويمكن التطورات الجديدة اللي بدأنا كمان نسمع عنها خلال الفترة اللي فاتت من هذه التطورات تطور اسمه إنترنت الأشياء أو كما يعرف الـIoT. النهاردة هنشرح لحضراتكم ببساطة إيه هو إنترنت الأشياء، الوظائف اللي ممكن يقوم بيها، هل إنترنت الأشياء ده بيكون مفيد في صناعات تكنولوجية مثلا. هنعرف ده أكتر من ضيفنا اللي بينورنا دلوقتي على الهاتف، دكتور أحمد سلمان، أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون بفرجينيا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وببساطة كده نقول للناس يعني إيه إنترنت الأشياء، وهل الأشياء دي أجهزة ما ولا الإنسان كمان ممكن يكون شيء؟ صباح النور أستاذة هدير، أهلا وسهلا. هي إنترنت الأشياء ببساطة إن أي شيء ممكن يكون متوصل بالإنترنت، أو لو عشان نكون دقيقين إن هو ممكن يكون بيتصل بشبكة، وعن طريق الشبكة إن أنا ممكن أتكلم مع الجهاز ده كحاجة مستقلة بذاتها، مش حاجة جزء من حاجة يعني. الإنترنت الأشياء ده بدأ من الثمانينات، لما كان في شركة مثلا مياه غازية حاولت إن هي تعمل المكنة اللي هي اللي بتنزل المياه الغازية، وفي نفس الوقت المكنة تقدر تقول للمصنع مباشرة هي عندها قد ايه كميه مخزون موجوده، وفي نفس الوقت مدى سقوعيه، مدى الصيانه بتاعت الثلاجه نفسها. وبدا يتطور لحد ما وصلت دلوقتي ان هي بقت صناعه تقدر باكثر من تريليون دولار حول العالم. ايه هي الاجهزه اللي ممكن نعتبرها جزء من الـIoT او من الانترنت الاشياء؟ هي كتير جدا، وبعدين بتعتمد على التطبيقات اللي بتستخدم فيها. يعني مثلا بالنسبه للحياه العاديه، الاجهزه المنزليه دلوقتي في ثلاجات بتقدر ان هي تكون متصله بالانترنت وتبلغ يعني صاحب الثلاجه ايه عنده نقص في المخزون في ايه بالظبط. في مثلا مكنه قهوه اللي هي ممكن حد يقدر ان هو عايز وهو رايح الشغل يتكلم يعني عن طريق تطبيق في التليفون، يتصل بمكنه القهوه يقول ان هي تجهز القهوه تبقى سخنه الساعه كذا، ان هي تبدا تعمل الموضوع ده. اشياء كتير في البيت، الترموستات عشان يقدر ان هو لما يكون راجع البيت يظبط سقوعيه البيت على مثلا التكييف على درجه معينه، وهو مش موجود ما يبقاش التكييف شغال بحيث ان هو يوفر في الكهرباء. في صناعات بقى، لو هنتكلم على الصناعات يا ريت برضو، لان الامثله اللي حضرتك ذكرتها برضو يمكن اسئله فيها رفاهيه شويه، فعايزين نتكلم عن دخول انترنت الاشياء في الصناعه لان ده مهم. وايه اغرب الحاجات اللي دخل عليها انترنت الاشياء؟ تمام. الصناعات مثلا عندنا اللي هي المكن بتاع المصنع يقدر ان هو يحدد مواعيد الصيانه بتاعته بنفسه، يبلغ لو في مشكله في الصناعه، يقول ايه الدرجة المضبوطة للسرعة مثلا بتاع السير، لو بنتكلم على مكنة مصنع السير اللي هو اللي بيتحمل الأشياء عشان تتركب مع بعضها، تعمل عربية تعمل حاجة، ان هي تبلغ ان في مثلا مشكلة في الجزء المعين في السير، او ممكن ان احنا نزود كفاءة السير لو عملنا في الحتة دي عشان ما يحصلش عطل يوميا، عشان ما يحصلش عطل، عشان في نفس الوقت ان احنا يبقى عندنا ارتفاع يعني رفع في الكفاءة، ايه الجزء اللي انا ممكن اظبطه اكتر بحيث ان انا انتج بدل ما بنتج مثلا 500 قطعة في اليوم ازودهم ل 600. فانا كل البيانات اللي بتتجمع لي عن طريق الحساسات والسنسورز اللي موجوده على في المصنع في المكن في اشياء كتير بتقدر ان هي ممكن مثلا عن طريق الذكاء الصناعي، ممكن عن طريق برامج معينه تطلع لي بمعادلات ايه اكتر طريقه اقدر ارفع بيها الكفاءه، ايه الوقت احسن وقت اقدر اعمل فيه صيانه، ايه بحيث ان انا اقلل وقت المكن ما يبقاش شغال فيه، وامنع ان انا اضطر ان انا الجا لقطع غيار كبير. في مثلا بجمع بيانات في الغابات بحيث ان انا اقدر اعرف ايه الوقت اللي بيجي فيه الامطار، ايه الوقت ايه كميه الحيوانات النادره اللي بتيجي مثلا في الهجره في مكان معين،
ايه النباتات اللي موجوده بكميات قليله وايه النباتات اللي بتجيلي بكميات كبيره. عظيم. فبقدر ان انا اجمع بيانات في 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 حاجات كتير. طيب كمان اعتقد انه ليها فوائد في استخدامات الخدمات اللوجستيه وتتبع الشحنات. طبعا طبعا ده ليها يعني حاجات كتيره جدا، لان معظم الاجهزه دلوقتي بتاعت الاي او تي بتبقى متصله بالجي بي اس، فبتقدر ان هي تقول تبلغ عن الاماكن، وبتقدر ان هي تخلي يعني مثلا المركبات والحاويات ان هي تقدر تقول المركب مثلا الشاحنه المعينه عليها كام حاويه من قبل ما توصل مثلا الميناء، فبتقدر ان هي الجهاز الاستقبال يبقى عارف مثلا هيوديها او البلد اللي بتستقبل تبقى عارفه هتوديها على انهي رصيف بالظبط، بحيث ان ده هيبقى اكثر كفاءه ان هي تقدر تستوعب كميه الحاويات اللي جايه من غير ما حد يقدر يعدها. اقدر ان انا اتتبع اي حاويه من اي مكان لاي مكان في العالم وهي ماشيه، واقدر ان اعرف بالظبط خط سيرها موجود دلوقتي فين، المراكب بحيث ان هي تتكلم مع بعض في خطوط الملاحيه من غير ما يحصل يعني ابقى عارف ان انا ايه هضطر ان انا يعني ان انا عايز استقبل المكان السفينه المعينه في مكان معين، السفينه دي هتحتاج ان هي تعمل صيانه، السفينه نفسها بتبلغ انا هحتاج صيانه لما اوصل لمثلا عند قناه السويس، لما اوصل عند ميناء اسكندريه، فبتبقى الميناء نفسها جاهزه من قبل ما يحصل. طبعا لازم الميناء والمراكب وكل الحاجات دي تبقى مجهزه بالاجهزه، لكن تكلفه الاجهزه دلوقتي خلت الموضوع ده متاح للجميع. دي نقطه مهمه كنت لسه اسال حضرتك عنها دكتور احمد، تكلفه هذه الاجهزه عامل ازاي؟ يعني احنا قلنا ان احنا بنعمل حسابنا عشان ما يحصلش مشكله او ما يحصلش عطل في جهاز معين في مصنع من المصانع، عشان ما يتوقفش هذا المصنع عن الانتاج، عشان ما يكونش فيه خساره، في المقابل تكلفه هذا الجهاز قد ايه؟ في البدايه كانت طبعا زي اي تكنولوجيا بتظهر كان الموضوع مش يعني كان الموضوع مكلف، التكلفه ما كانتش بسيطه، لكن دلوقتي مع التطورات اللي موجوده يعني انترنت الاشياء في الصناعات بالذات بقت التكلفه بتاعتها نزلت بحد كبير، وتعتمد طبعا على المصنع وعلى ايه المطلوب من الحاجه، هل بس المطلوب ان انا اراقب العمل يعني اعرف بس الابلاغ فقط ان انا بطلع كام قطعه، ولا انا عايز ابلغ يعني اتابع المكن واشوف كل جزئيه فيه واقدر ان انا ابلغ اذا كان في جزء محتاج صيانه او مواعيد الصيانه، اقدر ان انا اخلي الاجزاء من المكن تكلم بعضها بحيث ان هي تقول وقف شويه عشان انا في عطل هنا فوقف لي المكنه دي. طبعا كل حاجه من دي بتزود في التكلفه، لكن في العموم هي بتقلل التكلفة على المدى الطويل، لأن أنا ما بحتاجش أني أعمل صيانة أو يحصل في أعطال كبيرة بتضطرني أن أجيب قطع غيار غالية جدا، لأن أنا بعمل الصيانة الدورية في الأوقات المناسبة والكفاءة عندي يعني أو المكان عندي شغال بالكفاءة المطلوبة معظم الوقت، لأن ما أقدرش برضه أقول طول الوقت. طيب عايز اتكلم مع حضرتك عن وظائف انترنت الاشياء وماذا يقدم من وظائف للناس وازاي الناس تمتهن اصلا هذه المهنه، اعتقد انه احنا ما عندناش دراسات جامعيه ليها علاقه بانترنت الاشياء يمكن بعد الجامعه او يعني خريجين هندسه بقى او حاسبات ومعلومات. تمام، هو في طبعا مجالات كتير جدا، لان زي ما قلت لحضرتك ان هي صناعه كبيره، ودلوقتي عندنا في الجامعات فعلا بداوا ان هم يعني يصنع يعني الطلبه بتتعلم على الاجهزه اللي هي الدقيقه، يعني مثلا جامعات زي العالمين عندنا، في جامعات الاهليه بداوا ان هم يوعوا الطلبه بالاشياء دي. بعد الدراسه في عندنا مثلا اشياء كتير جدا، يعني مثلا الساعات دلوقتي اللي هي الساعات الذكيه دي صناعه كبيره جدا، وفي منها اشياء كتير بتحصل، واكتر حاجه عشان احنا مثلا عندنا جزئيه الهاردوير ممكن يكون فيها مشكله، في جزئيه السوفت وير ان انا دلوقتي بقدر اصنع البرامج الخاصه بالحاجات دي وتدريب الجزء بتاع السوفت وير ده
لا يقل أهمية خالص عن الهاردوير اللي بيبقى شغال عليه. إزاي أقدر أعمل سوفت وير يكون نظام التشغيل بتاعه والطريقة المخاطبة بتاعته مع الأجهزة التانية مثلا يبقى بالكفاءة إن هو ما يخليش البطارية تفضى بسرعة، لأن معظم الحاجات بتاعت الإنترنت الأشياء بتعتمد على يعني كمية طاقة محدودة. أنا مش عايز مثلا يبقى السوفت وير اللي شغال على الساعة الذكية بتاعتي يفضيلي البطارية بعد ساعة من الشغل، لا أنا عايزها تقدر تستمر ساعتين يعني يومين أو أكتر. فالكفاءة بتاعت الحاجات دي والتدريب على الجزء ده أعتقد إن هو هيكون أهم بكتير من إن أنا أقدر إن أنا أشتغل على مثلا السنسورز أو الحساسات نفسها أو الجزء الهاردوير، لأن ده لا يقل أهمية عن ده، وفي نفس الوقت أقدر أشتغل بيه في أي مكان وبأقل تكلفة. صحيح، شكرا جزيلا ليك يا فندم دكتور أحمد سلمان، أستاذ مساعدة الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون بفرجينيا، شكرا جزيلا ليك.